فممكن واحد يذكر في اليوم نص ساعة، ممكن واحد يذكر ساعة، ممكن واحد يذكر ساعتين، في فراغ قعد مع الله. فما دمت قاعد وعم تذكر فمعناته أنت ممن يحب التقرب إلى الله. وقد قالوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قالوا الذكر منشور الولاية، الذكر منشور الولاية، علم الولاية هو ذكر الله عز وجل. مرشوم بيقولوا له المنشور أو بيقولوا له مرسوم، مرسوم الولاية الذكر. فمن وفق لدوام ذكر الله عز وجل فقد أعطي المرسوم بأنه ولي لله عز وجل. ومن يسلب عن الذكر، ما صار له الذكر، انشغل ما صار له، فقد عزل عن الولاية. فإما أن تكون وليا لله بدوام الذكر، وإما أن يسلب منك هذا المرسوم ويؤخذ منك هذا المنشور. واحد حامل علم وماشي، أخذوا العلم منه، صار واحد من الناس ما بقى له، كان القيادة كلها بإيده والجيش كله يمشي على مشيته، فلما أخذوا منه العلم صار واحد من الناس. فهذا كلام أهل الله، ما كلام اعتباطي، كلام إله مكانته، إله هدفه. الذكر منشور الولاية، فإذا كان منشور الولاية فمن وفق لدوام الذكر فقد أعطي المرسوم، ومن شغل عنه فقد سلب المرسوم وعزل عن الولاية. فمعنى ذلك يعني الأخ دي يشتغل بالذكر بصدق وإخلاص، متجه إلى الله بذكر الله من غير ما يكون عنده فتور. طالب وفتور لا نجاح. الطالب شو بده؟ بده همة وعزيمة ودقب في الدراسة وملازمة، ملازمة على الدراسة حتى إذا صار الفحص بيدخل وهو مرفوع الرأس، وبيطلع مرفوع الرأس أدرك النجاح. أما بطيء الهمة وما عنده انطلاقة للدراسة وما عنده همة للدراسة، والله ما جاي على بالي اليوم أدرس، اليوم جاي على باله يلعب بالفطبول، اليوم جاي على باله يشوف الحفل الفطبول، اليوم هذا بيطلع كمان، تطلع نتيجته كمان فطبول بمخه، بيطلع خاسر راسب لا نجاح ولا شو، بياخذ الأجرة بزقة من أمه وبزقة من أبوه ورفقاته، كل واحد بيستهزئ في شكل، هي نتيجة الكسل. هذا في الدنيا يا ابني مشان شافت ورقة، فكيف إذا بدك جنة عرضها السماوات والأرض؟ بدها يا ابني همم. من لم يكن له في السلوك همة لا يمكن له أن يبلغ القمة. إذا ما كان عندك همة ما ممكن تصل يا ابني، بدها همم. الله يرضى عن شيوخنا. مرة زرت شيخنا رضي الله عنه وأرضاه، كان والله يا أخواني كان ذكري كل يوم 8 ساعات، دوام 8 ساعات كل يوم بالمسبحة، ما كلم حدا ولا التفت لأحد ولا جالس أحد، 8 ساعات كل يوم. فزرت شيخنا على غير العادة وأنا قاعد عنده، قال لي وين مسبحتك؟ طالعت مسبحة، أخذ عملي، قال لي خور هاي مو مسبحة الذاكرة، خور هاي ما مسبحة الذاكرة، والله 8 ساعات مو مسبحة الذاكرة. قال لي يا ابني إذا المسبحة ما دابت بإيدك ودوبت من إيدك ما اسمها مسبحة الذاكرة.
بدها تدوب المسبحة وإصبعتك تدوب معها حتى تكون زاكر. هون لاحظت المسبحة قلت له لا عينيك لا عينيك، نزلت قطعت كل العلائق مع الأخوان مع الخلق وقعدت بال 24 ساعة بال 24 ساعة والله يا أخواني ما عرفت نوما ولا عرفت طعاما ولا عرفت شرابا، والله كان في اليوم ما يدخل لجوفي نقطة مي، كان شرابي وطعامي والذكر. بقيت في ذلك 4 أشهر إلا 10 أيام، ما وقع بصري والله على إنسان. إمام جامع أنجل حط الحط على عيوني، انزل صلي الفرض واطلع، صلي الفرض واطلع من المسبح، مسبح بعد 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر إلا 10 أيام أظن. والشيخ بيبعتي خبر ما فزيت، الشيخ بده ياني. طلعت بالقميص والباس من باب شريجي إلى حالة الكراح، مالي وعيان، مسبح بإيدي غرقان مالي. فتلا عند الشيخ يعني شو ها؟ والله يا سيمان مالي وعيان. وين مسبحتك؟ تلاقي المسبح طلع. قال لي ها هلأ الرماد أشوى من العمى، هلأ الرماد أشوى من العمى. انسى ما جبت، ما جبت الذكر مني. قلت له شلون بدي اذكر مني؟ 24 ما في اكل، 24 ساعة والله. لما غلب علي النوم والله يا ابني حق الملح بعيوني، اوعى تعملوها. حتى ما نام، لما تقل علي النوم صرت حط الفلفل الاسود بعيوني نار بس مشان ما نام، حبا في الذكر، طربا في الذكر. طلعت النتيجة يلي الله عز وجل متفضل علي وعليكم فيها. هي من كانت له بداية محرقة. الشيخ قال لي ابني انت عم تذكر لكن ما عم تذكر. والله ما فهمت انا شو عم تذكر وما عم تذكر شلون. قال لي عم تذكر بالمسبحة لكن الحضور في قلبك قليل، بيكون حضور الذكر. يعني ما بعرف هذا شو حضور. بدك وانت عم تذكر تلاحظ الله معك، فما تلاحظ بس قلبك عم يتحرك، بدك تلاحظ انت بين يدي الله، الله معك، هيبة جلال. إذا ما أشعر بدنك وإذا ما دمعت عيونك لسا ما ذكرت مني. عود رديت رجعت. ما بصير هيك يا ابني، الأمر هيك ما بصير بالحكي. بدك تعرف اليوم بدكم تتعلموا كيف تكون الذكر.